يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصرف في المسجد على اعتبار أن الصرف بيع؟ هل إيش؟ هل يجوز الصرف في المسجد على اعتبار أن الصرف بيع؟ على أن الصرف بيع. لا، ما يجوز الصرف في المسجد، يعني تفتح مصرف في المسجد ما يجوز، أو يجيك واحد معه دراهم وتصرفها له بفئة 100 تصرفها له عشرات أو ريالات، ما يجوز هذا في المسجد، هذا الصرف بيع. نعم، اطلع عنه وياه عن المسجد واصرف. نعم.